وبيعاونوا الكابتن محمد عباس من منطقة بورسعيد والكابتن مصطفى كامل من منطقة اسكندرية والحكم الرابع الكابتن جمال الحيني من هنا، وبيراقب المباراة الحكم الدولي السابق الكابتن رفعت عسقلاني. بسرعة هقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين. هبدأ بفريق أسوان، بيمثله النهاردة جول محمد فتحي، قدامه بيلعب عاطف الأباني بيلعب ليبرو، قدامه اتنين مساكين محمد علي مرسي ومحمد فاروق. في نص الملعب في خمس لعيبة دافع بيهم الكابتن محمد عامر النهاردة، رائد اسماعيل في الجنب اليمين جنبه حسين صلاح، على دائرة نص الملعب في القلب بيلعب إسحاق أول، وده لاعب نيجيري عمره 19 سنة، أول لاعب بيشارك لأول مرة من نيجيريا في فريق أسوان. وعلى شماله مصطفى عبد ربه ومحمد رسلان، وقدام محمد عبد الرحمن هداف فريق أسوان، رصيده 8 أهداف وأحد اللاعبين المميزين حقيقة في الدوري العام، وجنبه محمد محمود راس الحربة الثاني. أما فريق نادي الزمالك النهاردة فبيمثله في حراسة المرمى حسين السيد اللي بيعود بعد فترة، قدامه معتمد جمال، وقدام معتمد حسام عبد المنعم بيلعب مساك، في الجنب الشمال محمد القط، وفي الجنب اليمين محمد السيد. نص الملعب في أربعة برضو، كريستوفر في الشمال، أيمن عبد العزيز ومحمد كمونة، وقدامهم شوية طارق مصطفى تحت راسين الحربة، قدام أسامة نبيه وأندي بيلعبوا الاثنين في مركز راس الحربة. بدأت المباراة على ساعتي من حوالي تقريبا دقيقة، والنتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان ونادي الزمالك. بفكر حضراتكم إن أسوان رصيده 5 نقط وبيحتل المركز الأخير في جدول المسابقة، ونادي الزمالك رصيده 29 نقطة وبيحتل المركز الثاني. الفرقتين بيلعبوا في ظروف تكاد تكون متشابهة، نادي الزمالك خسر في اللقاء الماضي من النادي الأهلي 2-1، وأسوان برضو خسر من مزارع دينا 2-1. بيحضر لقاء النهاردة على فكرة محافظ أسوان اللي هو صلاح مصباح، ومعاه المستشار مصطفى حمد رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وأعضاء مجلس إدارة نادي أسوان، وأيضا الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك، ومع الكابتن زكي عثمان مستشار الكورة، وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. تمنياتنا بإذن الله أن احنا نشاهد مع بعض مباراة طيبة، وفاول موقف حكم اللقاء حكمنا الدولي الكابتن إيهاب زكريا مدي فاول وموقف اللعب، وبيطلب من الجهاز الطبي لنادي الزمالك ينزل. نازل الدكتور ممدوح مصباح ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي عشان علاج معتمد جمال، الظاهر خد كوع ولا حاجة كابتن نادي الزمالك النهاردة معتمد جمال، اتعالج ونزل. ولعب على طول تاني لأسوان في نص الملعب، وضاغط على طول معتمد لطريق مصطفى قدام على طول بره الملعب اوت، هيلعب الاوت محمد السيد، محمد السيد لطريق مصطفى لمحمد السيد تاني، بيلعب اوفر ناحيه الوينج الشمال انما طويله تطلع بره الملعب اوت. ضربة مرمى لأسوان وهيلعبها محمد فتحي. نتمنى إن شاء الله إن احنا نسعد بسهرة كروية جميلة من الفرقتين وأداء طيب، جمهور لا بأس به حاضر النهاردة في استاد أسوان. وأدي أوت لأسوان من ناحية اليمين هيلعبها رائد إسماعيل، على طول بتتلعب في نص الملعب لإسحاق، مقطوعة تروح لنادي الزمالك ويمشي القط من ناحية الشمال
ونقل على طول، انما مقطوعه تاني لاسوان وترقيصه محمد عبد الرحمن ونقل على طول تاني، عايزه تروح لحسين صلاح انما مقطوعه وتبقى من نصيب نادي الزمالك. ايمن عبد العزيز اللي بيلعب في دايره نص الملعب للقط ونقل على طول طويله لنادي الزمالك تاني، اسحاق واندي واوفر جوه المنطقه وعاليه انما بالعقل على طول بيريحها محمد علي مرسي لجوله محمد فتحي. فرقتين تقريبا بيلعبوا بطريقه واحده، ده بيلعب بليبرو ومساك وده برضو بيلعب بليبرو ومساك، وان كان الكابتن محمد عامر دافع باثنين مساكين ونادي الزمالك برضو بيلعب 4-4-2. ادي نقل على طول تاني لاسوان في نص الملعب ومصطفى عبد ربه وترقيصه وبعرض الملعب مصطفى عبد ربه بيفتح الملعب في الجنب اليمين واوفر جوه المنطقه ويطلع حسين السيد ويمسك على طول. اول اختبار لحسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك اللي راجع بعد عوده طويله، ونقله تاني في نص الملعب ايمن عبد العزيز، نقله بعرض الملعب. ادي الكابتن محمد عامر كان قدامنا وصرح هو تصريح قبل المباراه هقول لحضراتكم عليه دلوقتي، وادي نقل على طول لطارق مصطفى ناحيه اليمين وماشي طارق وعايز يعدي وبيفكر يشوط والشوط عاليه. وبالمناسبه طارق مصطفى كان بيلعب في صفوف نادي اسوان هنا قبل ما يبدا المشوار بتاعه وينتهي بيه المطاف في نادي الزمالك. كابتن محمد عامر صرح وقال لي انا الفرقه الحقيقه بتلعب كره كويسه انما مقابلني سوء بخت شويه، والدليل ان انا عندي محمد عبد الرحمن راس الحربه بتاعي بيخش في زمره الهدافين. ادي نقله على طول تاني في نص الملعب لاسوان بتروح لاسحاق، اسحاق عايز يلعبها انما مقطوعه. اول مباراه بيلعبها اسحاق مع نادي اسوان ولقاء صعب طبعا امام نادي الزمالك، وادي لعبه على طول وائل الاباني مغطي وصفاره فاول، فاول لصالح اسوان. على طول الفاول بيتلعب ناحيه اليمين عند محمد عبد الرحمن، طويل محمد ما شاء الله وبيستخدم دماغه كويس قوي، اتنقل من النادي الاسماعيلي. وادي نقله تاني لاسوان ولعبه ناحيه الشمال وحسين صلاح ونقله تاني لاسحاق بيتضغط على اسحاق ومقطوعه تاني لنادي الزمالك. كان ماشي محمد السيد في اللعبه اللي فاتت دي وترجع تاني في نص الملعب لايمن عبد العزيز على مهله ايمن معتمد جمال ومعتمد حسام عبد المنعم على الارض، حسام بيلعبها لمحمد السيد وبيتقدم حسام ويلعب كره انما مقطوعه تاني لنادي الزمالك وخطر وبعرض الملعب انما محمد فتحي على طول بيلم. تاني على طول حسين صلاح وفاول، فاول على رسلان ايمن عبد العزيز بعرض الملعب على طول تاني ناحيه الشمال عند محمد القط بيعدي كويس قوي القط وماشي وبيلعبها وبتخبط وتبقى ضربه ركنيه، اول ضربه ركنيه في المباراه في الدقيقة العشرة 10 دقايق والنتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان ونادي الزمالك. ضربة ركنية على طول للزمالك بتتلعب
وعالية وراجع محمد عبد الرحمن طبعا بيستغل طوله بيساعد دفاعه. وادي لعبة على طول تاني طارق مصطفى وبيلعبها على الارض محمد السيد وجامدة، عايز يلعب الخد وهات انما اطول من اللازم، تطلع بره الملعب او ضربة مرمى. ضربة مرمى لأسوان، وتاني برضو الكابتن إيهاب زكريا موقف اللعب وقام محمد سيد. نتمنى طبعا السلامة للاعبي الفرقتين ونقل على طول تاني لأسوان. وائل الأباني، محمد علي يلعبها لمحمد عبد الرحمن انما ما تتظبطش وبره الملعب اوت. ادي نقل على طول تاني مصطفى عبد ربه لرائد اسماعيل. مصطفى عبد ربه تاني عامل نشاط في نص ملعب اسوان مصطفى عبد ربه، وبرده رود كرول قايم بيدي تعليماته طبعا لفرقته. وادي نقل على طول تاني لاسوان وحلوه، واسحاق بيحطها برده حلوه ناحيه اليمين وبعرض الملعب انما معتمد جمال مغطي محمد عبد الرحمن، ولعبه على طول تاني ترجع لنادي الزمالك وتروح لمحمد كمونه. وكمونه ماشي ماشي كمونه ماشي كمونه وبيسقطها جوه المنطقه الناحيه الثانيه بيعكسها ويطلع محمد فتحي ويأمن على كورته ويمسك على طول. شايفين رود كرول بيندق على أسامة نبيه. محمد عبد الرحمن، محمد السيد زمالك، إنما راية من محمد عباس وصفارة من إيهاب زكريا أوفسايد. قرار طبعا لما بيطلع في توقيته المظبوط. رود كرول طبعا أكيد قايل حاجة منبي على لاعبته ف بيشاور بايده يعني عشان يفكرهم. وعلى طول وائل الاباني وعاليه طويله لقدام محمد عبد الرحمن انما بيرجعها محمد القط. معتمد جمال اللي غايب وبيرجع النهارده بعد فتره طويله. وادي لعبه تاني لاسوان ومحمد السيد يلعبها محمد السيد ويسيبها ايمن عبد العزيز وياخد اوت لنادي الزمالك. محمد السيد على طول بيلعبها لمعتمد جمال، تاني معتمد بيخلصها لمحمد السيد لأيمن عبد العزيز. أيمن عبد العزيز هندي محمد كمونة كمونة وتاني وحلوة ناحية الشمال ومحمد القط بيلعبها وجامدة وبره الملعب من أسامة نبي. أول جملة تكتيكية بانت من نادي الزمالك، الكورة اتحضرت وهي اتشاف. شوف حضراتكم مساحة اتخلقت على طول لمحمد القط واتحطت له واتلعبت بعرض الملعب وأسامة نبي، إنما التنفيذ ينقصه الدقة. ضربة مرمى لأسوان على طول إسحاق على طول تاني بترجع من حسام لهندي أيمن عبد العزيز لمحمد كمونة. محمد كمونة تاني بيحطها إنما ما يلحقش هندي وترجع محمد القط. ماشي محمد القط ماشي وبيفكر يشوط وشاط إنما عالية بره الملعب أو بره الملعب أو وربع ساعة على ساعتي من بداية الشوط الأول. والنتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان والزمالك. وشايف أنا محمد فتحي حارس مرمى أسوان واقع، حكم طبعا لحارس المرمى بالذات لازم يوقف يؤمر بتوقف اللعب لحد ما يتعالج. وهقول لحضراتكم بقى احتياطي الفرقتين أسوان، عاطف سعيد في حراسة المرمى، محمد يوسف ومحمد درديري، وليد عبد النعيم وأحمد علي وعبدو ريان وديفيد دو. وديفيد ده من
ليبيريا. ده احتياطي نادي أسوان، واحتياطي نادي الزمالك محمود عطية في حراسة المرمى، وده ناشئ تحت 18 سنة، سامي الشيشيني وعمر فهيم وطارق السيد وبشير التبعي وعبد اللطيف الدماني ومحمد أبو العيلة. ده احتياطي نادي الزمالك. وطبعا حضراتكم عارفين ان نادي أسوان المدير الفني بتاعه الكابتن محمد عامر، ومعاه الكابتن عبدو الشرقاوي المدير الإداري، والكابتن أحمد راشد المدرب العام، كابتن سيد محمد أحمد مدرب حراس المرمى، ودكتور خالد سعد أخصائي إصابات الملاعب، كابتن بكري نوبي إداري الفريق. أما نادي الزمالك طبعا معاه مستر رود كرول المدير الفني، والكابتن فاروق السيد المدرب العام، والكابتن عبد الرحيم، والكابتن عماد المندوب في حراسة المرمى، والمهندس صادق عبد المنعم المدير الإداري، ومدحت عبد الصبور الإداري، والدكتور ممدوح مصباح، والكابتن محمد السيد العلاج الطبيعي، وعمرو المطراوي العلاج الطبيعي. أما محمد فتحي ونستأنف اللعب، إسحاق أول بيفتح الملعب ناحية رائد إسماعيل، ورائد بيسقطها لإسحاق تاني بيسند على صدره، عايز يعدي إنما مغطي معتمد جمال، بيخلصها الأرض لأيمن عبد العزيز، أيمن يعدي اخترق وعدى وكسب مساحة لطارق مصطفى، وتاني ناحية الشمال وبعرض الملعب، وأسامة نبيه، أسامة نبيه إنما معاه محمد فاروق، بيلعب مساك محمد فاروق، بيخلصها من أسامة لمحمد محمود، ترجع تاني نقلتين ثلاثة لأسوان، وإسحاق بيخلصها الأرض، وأربع خمس نقلات بثقة من فريق أسوان، ورائد إسماعيل على مهله، تاني حسين صلاح وبياخد فاول، حسين صلاح بياخد فاول لصالح أسوان، المباراة طبعا لو قيمناها في 18 19 دقيقة اللي اتلعبت، الأداء هادي لسه من الفرقتين، وادي فاول بيتلعب على طول طويلة لمحمد عبد الرحمن، إنما بدماغه بيطلع نادي الزمالك، وتاني حسين صلاح ونقلة ومش أوف سايد، إنما مغطي حسام عبد المنعم وبياخد فاول. محمد عبد الرحمن رقم 20 بيلعب راس حربة في فريق أسوان، وبقول لحضراتكم إن أحد هدافي الدوري العام حتى الآن، رغم إن أسوان رصيده خمس نقط، إنما هو رصيده من الأهداف 8، يعني بيلاحق الهدافين حسام حسن وأسامة نبيه. نقل على طول تاني لمحمد السيد، أيمن عبد العزيز وبره الملعب أوت، أوت من محمد رسلان، واتلعبت على طول تاني وتروح لأسوان، حسين صلاح لرسلان لمحمد محمود، وعلى طول الملعب بيتغير حلوة ناحية رائد إسماعيل، وعايز يعدي رائد، وترجع تاني لوائل الأباني لإسحاق النيجيري، عايز يعدي إنما تلمس في رجله، ومدي الكابتن مصطفى كامل مساعد الحكم هناك، مدي أوت لصالح نادي الزمالك. تلت ساعة على ساعتي والنتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان والزمالك في ختام مباريات الدور الأول. حسام عبد المنعم للزمالك، أيمن عبد العزيز بيفتح الملعب لمحمد السيد، طارق مصطفى، أسامة نبيه، شايف أنا أسامة ممسوك، وأدي مصطفى عبد رب، وشدة من أسامة فاول. كابتن إيهاب زكريا حكم المباراة جنب اللعبة، ومدي فاول. هيلعبها وائل الأباني اللي بيلعب ليبرو أسوان، وعلى طول بتتلعب بيعتمدوا على الكرات الطويلة العالية لمحمد عبد الرحمن، طول الحقيقة مزعج. وادي لعبة على طول تاني وبتروح لمحمد محمود، ولعبة على طول انما ضعيفة، وتوصل من رسلان لحسين السيد، حوالي 21 دقيقة والنتيجة
ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان والزمالك. وادي لعب على طول تاني النادي الزمالك، إنما ترجع مرتدة وحسين السيد. هنا بقى دور حارس المرمى إنه لازم في الكرات دي بيلعب ليبرو. حسين السيد لو واقف طبعا على خط مرمى كان محمد عبد الرحمن ناوش في الكرة وجري، عشان كده دايما حارس المرمى مطلوب منه التركيز واليقظة. ادي نقل على طول لنادي الزمالك عند اسامه نبيه، انما ممسوك اسامه وحسين صلاح. على طول لمحمد عبد الرحمن بيخلصها بعرض الملعب لرسلان، انما مقطوعه من ايمن عبد العزيز. وتاني كريستوفر لطارق مصطفى، واول محاوله من طارق مصطفى على الثلاث خشبات على يمين محمد فتحي. باينة اهي قدام حضراتكم في اللعبة اللي فاتت. ضربة مرمى على طول وتاني اوت 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 بره الملعب للزمالك. على طول تاني بتتلعب الكوره لاسحاق النيجيري وعايز يعدي، انما يخطف على طول ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز وماشي ايمن لطارق مصطفى لمحمد كمونه. محمد كمونه وعدى من ناحيه اليمين وخطر خطر 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 وبيلعبها وبيطلع على طول دفاع اسوان وفاول. خطر اللعبه اللي فاتت لما فات محمد كمونه من اليمين، انما عدى وفات كويس قوي لعبها وبيطلعها وائل الاباني وتبقى فاول. تاني رائد اسماعيل بيعدي، لعيب كويس قوي رائد. وناحيه اليمين نشاط من عند اسحاق النيجيري، وبره الملعب اوت من معتمد جمال. رائد اسماعيل سابها لمحمد رسلان. اوت على طول جوه المنطقه محمد عبد الرحمن، طلعها تاني محمد القط زمالك. ايمن عبد العزيز زمالك وبعرض الملعب و ايوه كسروه كده فاول. صفارة فاول لنادي الزمالك. معتمد جمال، ايمن عبد العزيز، كريستوفر، كريستوفر، محمد السيد. ولعب النادي الزمالك محمد السيد تاني جوه المنطقه، بترجع لطارق مصطفى ومحمد السيد وعاليه بره الملعب او جالنا دلوقتي من الزميله ميرفت ورشانه من اذاعه الشباب والرياضه ان الشرقيه في الدقيقه 25 متقدم فريق الشرقيه على النادي الاهلي 1-0. الاهلي تعادل. على طول بتتلعب الكره لمحمد محمود اسوان لرسلان عايز يعدي. طاح ايمن عبد العزيز وتاني لكمونه وبره الملعب اوت من حسين صلاح. ادي لعبه على طول تاني بترجع من حسين صلاح، انما كابتن ايهاب زكريا جنب اللعبه فعلا وكان لعيب كوره فحاسس الكوره اتعملت ازاي وادى فاول في زقه خفيفه فعلا بانت فاول لاسوان. هيلعبها محمد علي مرسي كابتن فريق اسوان النهارده. علي على طول بترجع من حسام. هلشه من محمد فاروق بيصحح وضعه تاني بدماغه. ايمن عبد العزيز، طارق مصطفى، طارق مصطفى، طارق مصطفى ماشي طارق وبيحطها انما ما تتظبطش، يقطعها وائل الاباني. بيلعبها لمحمد محمود، محمد رسلان ماشي، محمد ماشي
يلعبها بعرض الملعب ما تتظبطش، تروح لمحمد القط، القط والقط بيلعبها لقدام وترجع له تاني، والقط معدي معدي محمد القط وماشي، وعلى طول طارق مصطفى شايف انا ناحيه الشمال لنادي الزمالك. دلوقتي فيها نشاط شويه من ناحيه محمد القط، وطارق مصطفى بيكمل من نص الملعب ورا اسامه نبيه واندي، وعامل نشاط كويس. طارق لعيب كويس ومهارته كويسه، وادي اوت لنادي الزمالك. محمد القط على طول بيلعبها عند كريستوفر وفاول. دخلنا في الدقيقة 27 تقريبا، والنتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين أسوان والزمالك، واتلعبت على طول لكريستوفر وعايز يلعب الأوفر، واتلعبت وخطر ويطلع محمد فتحي ويمسك على طول. وشوط طويلة لمحمد محمود، أيمن عبد العزيز، أيمن عبد العزيز بيلم على طول لمحمد كمونة، وكمونة بيحطها لطارق مصطفى، بيتحرك في المساحات الفاضية طارق في اليمين وفي الشمال كويس، إنما في زقة من طارق مصطفى وتبقى فاول لصالح مصطفى عبد رب. هيلعبها وائل الأباني، شاط على طول طويلة لقدام محمد عبد الرحمن وحسام، ترجع لإسحاق يضغط عليه إسحاق إنما ياخدها تاني مصطفى عبد ربه بيزقها برضو إنما طويلة ورايح لها حسام عبد المنعم، يسيبها لمعتمد جمال، معتمد جمال ومعاه رسلان، ويعدي معتمد بخبرته، وتاني بيكمل معتمد جمال، ومقطوعه من دفاع اسوان وبره الملعب اوت. في لعيب من اسوان واقع، رايح له الكابتن ايهاب زكريا، والكوره لسه بره الملعب، ونازل الجهاز الطبي لاسوان. كابتن خالد سعد نازل له عشان يشوفه ان شاء الله يقوم ويكمل مع فرقته. فريق اسوان الحقيقه من الفرق اللي بتكافح في مشوار الدوري العام، طبعا الله يكون في عونهم. مباريات على ودنه زي ما بنقول كل 3 4 ايام وتكلفة، والزميل عبد السلام الحمامصي والزميلة ميرفا تورشانا لإذاعة شباب الرياضة بيعلقوا على المباراة معانا هنا. بتتلعب على طول تاني بره الملعب اوت، ولسه بره لاعب أسوان ونزل واوت لنادي الزمالك. ترجع من كريستوفر محمد القط، وتاني كريستوفر، وبيقرب له طارق انما مقطوعه، ومصطفى عبد ربه لاسوان، ايمن عبد العزيز وبره الملعب اوت. 30 دقيقه على ساعتي من الشوط الاول، والنتيجه ما زالت التعادل 0-0 بين اسوان والزمالك في الأسبوع الأخير من الدور الأول. أوت لأسوان، بتتلعب على طول تاني، ترجع في نص الملعب لإندي، وإندي بيحطها لأسامة نبيه ناحية الشمال وبره الملعب اوت لنادي الزمالك.
تاني ما تتظبطش مع اندي بره الملعب اوت، بيغيب طبعا عن نادي الزمالك النهارده نجمه الكبير الحقيقه محمد صبري اللي قدم مباراه طيبه امام النادي الاهلي في الاسبوع اللي فات. وادي لعبه على طول تاني لاسوان، محمد محمود بيسندها على جنب ناحيه اليمين، انما اجمد من اللازم تطلع بره الملعب اوت من رسلان. وتاني اللعبه على طول تاني لاسحاق محمد محمود، ومع محمد السيد محمد محمود لرائد اسماعيل، ورائد بيلعبها لرسلان انما مقطوعه وتبقى من نصيب ايمن عبد العزيز زمالك. معتمد جمال على طول تاني كمونه بيفتح الملعب لمحمد السيد، ومحاوله لطارق مصطفى من ناحيه اليمين وماشي وماشي طارق وهيلعبها بعرض الملعب واتلعبت انما بره الملعب. ضربه ركنيه ضربه ركنيه من الاباني، ضربه ركنيه لنادي الزمالك، رايح لها كريستوفر. يا عم الجاي من ورا وكريستوفر بيلعبها وخطر، انما محمد فاروق بيطلع على طول تاني بره الملعب او ضربه ركنيه تاني لنادي الزمالك، ورايح لها محمد كمونه. كمونه بيسندها لمحمد القط وعايز يلعب الاوفر، واتلعبت على طول وبيطلع تاني دفاع اسوان، وضغط من نادي الزمالك انما ترجع لورا معتمد جمال، ومعتمد بيحطها على طول تاني لحسام عبد المنعم لمعتمد اللي بيكمل، انما الاباني بيتاخر شويه وبيطلعها. وتاني اسوان بيحاول عند حسين صلاح ومحمد كمونه. تاني نادي الزمالك لمحمد القط، ومحمد القط بيلعبها لكريستوفر وخطر وجول جول. الهدف الاول لنادي الزمالك بيجيبها اندي اندي 1-0 اندي لنادي الزمالك في الدقيقة 34. 1-0 نادي الزمالك لاندي. اندي اندي في الدقيقة 34، 1-0 بتقدم نادي الزمالك. كريستوفر كريستوفر فعلا هو اللي جايب الجول 23. اندي وكريستوفر الحقيقه شبه بعض، انما كريستوفر 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 فعلا هو اللي جايب الجول لنادي الزمالك. هذه لعبه طويله تاني من اسوان، دخلنا في الدقيقة 35 والنتيجة 1-0 للزمالك، واللي جاب الجول كريستوفر. ادي لعبة على طول تاني محمد كمونة، طارق مصطفى بره الملعب اوت، اوت من مصطفى عبد ربه، اوت لنادي الزمالك هيلعبها محمد السيد. معتمد جمال، محمد السيد ماشي محمد، ومقطوعة على طول تاني تروح لأسوان وبتزحلق على طول محمد كمونة، وبره الملعب
اوت. اوت لاسوان. مصطفى عبد ربه. حسين صلاح بيفتح الملعب ناحيه رائد اسماعيل الباك اليمين لاسوان، ويلعبها على طول لاسحاق. اسحاق وعايز يعدي، لعيب كويس وماشي. ضربه ركنيه، انما فعلا لعيب لمسته في الكوره كويسه. وقال لي الكابتن محمد عامر لسه البطاقه الدوليه بتاعته خالصه النهارده، وعمره 19 سنه، ووقع لاسوان لمده 5 سنوات. لعيب كويس، انما اول مشاركه ليه طبعا بيبقى لها احساس تاني. وادي لعبه على طول بتطلع من دفاع نادي الزمالك، وتاني اسوان بيحاول محمد علي مرسي، انما تطول وبره الملعب اوت. صبري على طول الاوت. ايمن عبد العزيز تطلع بره الملعب تاني من حسين صلاح. محمد السيد لايمن، بيسندها ايمن عبد العزيز. محمد السيد تاني، وتروح لمحمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن يسندها لحسين صلاح، بيرجعها لرسلان. نقلتين ثلاثه لوائل الاباني. حسين صلاح تاني، انما عاليه ما تتظبطش، تروح لاسامه نبيه. اسامه نبيه عايز يعدي اسامه ويلعبها الناحيه الثانيه، انما تغطيه من دفاع اسوان ونقله على طول، واحلى ناحيه اليمين عند اسحاق، ويلحق اسحاق، يلحق وعايز يعدي، فوت رجله من على الكره وفايت وبره الملعب. ضربه ركنيه، انما في لعيب من اسوان واقع، واسحاق بقول لحضراتكم لمسته في الكوره بتقول انه هيبقى كويس. وحسن بتتلعب مجموعه من المباريات برضو النهارده، اتلعب الظهر المنصوره والمصري، وبيتلعب دلوقتي الاهلي والشرقيه في القاهرة، والمقاولين والاسماعيلي برضه في القاهرة، والكروم وبلدية المحلة في اسكندرية، وغزل المحلة والاتحاد السكندري في المحلة، والقناة ومزارع دينا في اسماعيلية. خليك مع الشرقية. محمد رسلان من أسوان واقع وقام أهو للإصابة، بيعالجه الكابتن خالد سعد. وادي رود كرول وفاروق السيد طبعا واقفين وبيكلموا لاعبتهم، واتلعبت الضربه الركنيه، ومحمد عبد الرحمن بدماغه، انما بيطلع معتمد جمال، تروح تاني لوائل الاباني لرائد اسماعيل، وعايز يعدي انما تطول منه. ومعتمد جمال بيلعب النهارده ليبرو نادي الزمالك، وبيرجع بعد فتره. معتمد جمال بيطلع الكرة بره الملعب اوت. داخلين على الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، والنتيجة أصبحت تقدم نادي الزمالك 1-0 بالجول اللي جابه كريستوفر. ونقلة تاني وائل الأباني، بيبدأ محمد علي مرسي بيعدي، ونقلة حلوة ناحية اليمين لرائد، وبعرض الملعب ومحمد عبد الرحمن. يا خبر ابيض، كورة حلوة قوي قوي، انما محمد عبد الرحمن راح لها فعلا بشكل كويس، انما اتنفذت وحش، فبتضيع فرصة من اسوان. بره الملعب اوت لاسوان، انما الحقيقة اسوان من الجنب اليمين اللي فيه رائد اسماعيل واسحاق بيعملوا شغل كويس، انما لسه التنفيذ بعيد شويه عن الثلاث خشبات، في حين ان نادي الزمالك بيعتمد الحقيقه برضو على محمد القط في الجنب الشمال، وتحركات كريستوفر وطارق مصطفى من قلب نص الملعب.
اوت لنادي الزمالك هيلعبها محمد سيد. معتمد جمال. معتمد مقطوعه تروح لمحمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن عايز يعدي لاسحاق بكعب رجله انما مقطوعه تاني ورائد ياخدها كريستوفر. محمد كمونه. ايمن عبد العزيز لكمونه ويعدي كمونه من ناحيه اليمين وبيسقطها جوه المنطقه انما بيطلع تاني دفاع اسوان. وترجع تاني لكريستوفر من ناحيه الشمال انما بيحط رجله معاه اسحاق وبيطلع الكوره بره الملعب اوت. الاوت هيلعبها محمد القط للزمالك. وتاني كريستوفر وتطول وبره الملعب ضربه مرمى لاسوان. محمد فتحي. محمد محمود. اسحاق. تاني محمد القط بيخلصها لنفسه انما يقطعها رائد وترجع تاني لاسوان. وداخلين على الدقيقه 43 على ساعتي والنتيجه 1-0 للزمالك. وادي نقله تاني لاسوان المره دي من ناحيه محمد رسلان ومعاه كمونه ويعدي رسلان وبيعكس كره حلوه عند محمد عبد الرحمن بدماغه محمد انما ضعيفه بتوصل لحسين السيد. حسين السيد على طول لكريستوفر. كريستوفر. ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز بيجرب يشوط وشاط جامده جول. يا خبر ابيض كوره حلوه قوي 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 من ايمن عبد العزيز من حوالي 35 يارده تقريبا على شمال محمد فتحي. اهي اللعبه تاني بيعيدها لنا الزميل المخرج ماهر تليمه وهو وعلى شمال محمد فتحي تبقى النتيجه 2-0 في الدقيقة 43. أيمن عبد العزيز 2-0. أيمن عبد العزيز 2-0 بيتقدم نادي الزمالك. كرة من مسافة طويلة وادي لعب على طول تاني لمحمد رسلان لاسوان عايز يعدي وبيزقها ومعاه محمد سيد وفاول لصالح اسوان. صبري فاول لاسوان. حسين السيد بيتكلم طبعا مع زمايله وهيلعبها حسين صلاح لاسوان واتلعبت على ايمن قريب وبيطلع على طول تاني معتمد جمال. ايمن عبد طارق مصطفى وطارق بيعدي وهجمه مرتده حلوه لنادي الزمالك واسامه نبيل وبرافو محمد فتحي بيشيل وبيحوش جول اكيد اكيد محمد فتحي. تاني محمد القط بيلعبها وضربه ركنيه وباقي دقيقتين الوقت بدل الضايع في الشوط الاول. الحكم الرابع كابتن جمال الحيني بيرفع اللوحه الالكترونيه بيشاور في الملعب كله ان دقيقتين وقت بدل ضايع. اتلعبت كورنر وبيطلع على طول دفاع اسوان. ايمن عبد العزيز بيفوتها محمد القط انشط لاعبي نادي الزمالك في الشوط الاول وبيلعبها تاني وبيطلع برضه وائل الاباني وتبقى اوت لنادي الزمالك. فات دقيقه من الوقت بدل الضايع وبنلعب في الدقيقه الثانيه ونادي الزمالك متقدم 2-0. طارق مصطفى
ايمن عبد العزيز صاحب الهدف الثاني، حسام عبد المنعم، معتمد جمال، معتمد جمال لاندي، انما توصل على طول لمحمد فتحي. محمد فتحي شاط، توصل لمحمد القط، لطارق مصطفى، طارق مصطفى، محمد السيد، محمد كمونة، ايمن عبد العزيز بينقل الكره نادي الزمالك وماسك، وطارق مصطفى وكمونة بره الملعب اوت. مفيش شك طبعا طارق مصطفى احد نجوم نادي الزمالك الحقيقه، لعيب كويس وبيضيف قوه لفرقه نادي الزمالك اما بيبقى فايق، لعيب كويس. مصطفى عبد ربه الاسوان ماشي، ترجع ورا لمحمد علي مرسي، وائل الاباني، وعلى ساعتي انا الوقت الاضافي والوقت الاصلي انتهى، وبره الملعب اوت لنادي الزمالك. ومحمد القط، وان شاء الله يبقى سليم، بيطمئن عليه الكابتن ايهاب زكريا. والاوت على طول بيتلعب، معتمد جمال، مخطوفة وتبقى من نصيب اسوان، ونقلة حلوة لمحمد محمود، بيستنى محمد شوية انما بيضغط اسحاق، وتوصل لكمونة، بيخلصها لمعتمد جمال، ومقطوعة وترجع تاني لاسوان، ورائد عايز يعدي، ومشوار لرائد اسماعيل وبياخد اوت. اوت لاسوان، محمد رسلان بيلعبها انما ما تتظبطش، وفي ايد حسين السيد، بيدو على طول لطارق مصطفى، بيستنى شويه طارق بيأخر نفسه عشان حد يطلع، وفعلا اتلعبت لكريستوفر، وتاني محمد كمونه ماشي بيلعبها بعرض الملعب انما في ايد محمد فتحي. هجمه لاسوان، محمد محمود من الجنب اليمين، وتوصل تاني، وصفاره، فاول، فاول على ايمن عبد العزيز. تاني اسوان بيحضر، وائل الاباني، وائل ماشي بيفكر يشوط ولا ايه، وشاط وبره الملعب، ضربه ركنيه لاسوان. ضربة ركنية لأسوان، واتلعبت على طول وعالية، وإسحاق بدماغه، وداخل محمد عبد الرحمن، إنما فاول لصالح حسين السيد. فاول لصالح حسين السيد. فاول للزمالك، ومحمد عبد الرحمن بروح طيبة الحقيقة، كان داخل جامد فعلا إنما ما يقصدش. وبيعتذر محمد عبد الرحمن لحسين في روح طبعا أخوة وتنافس شريف، ومطلوبة طبعا حتة الروح الرياضية دي، بتهدي الأجواء تماما يعني. هدي لعبة على طول تاني لإسحاق أسوان في نص الملعب، بين الكرة حلوة لمحمد عبد الرحمن، وبيلفها ومحمد محمود بدماغه، حلوة يا خبر أبيض، إنما لعبة حلوة قوي قوي لأسوان. إيهاب زكريا بيبص في ساعته، مقطوعة، محمد عبد الرحمن، انما معتمد جمال بيخلصها لمحمد القط، اطول من القط، وبره الملعب قوي. معظم لعب نادي الزمالك كان من ناحية محمد القط من الجنب الشمال، وايضا الكابتن محمد عامر كان زائق رائد اسماعيل في الجنب اليمين عشان يستغل تقدم محمد القط لنادي الزمالك. ادي لعبه لرائد اسماعيل بيلعبها جوه المنطقه، وكره من بعيد وجامده، وتخبط في حسام عبد المنعم، وتاني محمد كمونه بيطلع. بادي الشوط الثاني نشاط لفريق اسوان، وادي لعبه على طول ناحيه
الشمال وهوبا على شمال حسين السيد. نشاط لأسوان في بداية الشوط الثاني، اللعبة هي بتتعاد تاني قدام حضراتكم. واحد 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 مبروك مبروك يا بيرفا. لسه في اتنين تاني عشان ما تفضحيش. الأهلي تعادل ولعب على طول أسامة نبيه بيلعبها لإندي مغطي وائل الأباني. وائل الأباني وبيطلع على طول تاني محمد محمود، بيلم محمد وبعرض الملعب على حسن على حسن وتطول تروح لطريق مصطفى كريستوفر، انما مقطوع على طول من الأباني. والأباني وطالع رائد اسماعيل، رائد اسماعيل ورائد بيزق كرة لقدام لمحمد عبد الرحمن بدماغه، انما محمد السيد في تويت كويس بيطلع ياخد الكرة براحته. وتاني محمد كمونة، النادي الزمالك ماشي ماشي كمونة وبيلعبها أسامة نبيه، انما وائل الأباني مغطي وبالعقل بيلم وبيطلع على الأرض حلوة لحسين صلاح. حسين صلاح بيلعبها لمحمد علي مرسي وطلع له رائد اسماعيل الباك اليمين، وبتتحط فعلا لرائد اسماعيل ورائد بيلعبها احلى، انما على طول بيطلع معتمد جمال لمحمد القط ويلعبها القط لاندي. اندي عايز يعدي، اندي عايز يفوت وفات اندي وبيلعبها بعرض الملعب وخطر، واسامه نبيه بيلم، انما وائل الاباني بيطلع في توقيت كويس وتبقى هجمه لاسوان، ويبدا تاني نادي الزمالك ونقل على طول لاندي وعايز يعدي يسيبها طارق مصطفى لكريستوفر صاحب الهدف الاول لنادي الزمالك، وبيلعبها في ايد محمد فتحي. شاط على طول محمد وتاني توصل لاسحاق. حسين صلاح بيلعب كره طويله لمحمد محمود ويعدي ويشوط من بعيد وحلوه، ويحط ايده فيها حسين السيد وتطلع بره الملعب كورنر. ادي الدكتور كمال درويش والمستشار مصطفى حمد واللواء صلاح مصباح محافظ اسوان واعضاء مجلس اداره نادي اسوان ونادي الزمالك بيحضروا لقاء النهارده. وضربه ركنيه لاسوان واتلعبت على طول وعاليه محمد عبد الرحمن وزقه، فاول فاول لصالح نادي الزمالك. خمس دقائق من بدايه الشوط الثاني على ساعه والنتيجه ما زال التقدم نادي الزمالك 2-0. وعلى طول تاني ترجع الكوره لايمن عبد العزيز زمالك لمحمد السيد بيلعب كره طويله لقدام، وفي زقه في زقه وشده فاول ورايح ايهاب زكريا، وفي شده وتستوجب انذار لاندي، انذار لاندي من نادي الزمالك. ايوه انذار لاندي نادي الزمالك. لعب الكره على طول تاني محمد علي مرسي، حسين صلاح نقل على طول لاسحاق وترجع تاني لاسوان، وحسين صلاح بيغير الملعب حلوه ناحيه اليمين واحلى لرائد اسماعيل وبزقال نفسه وخطر خطر خطر يا خبر ابيض، انما مغطي ايمن عبد العزيز لمحمد القط. محمد القط ماشي مشوار للقط بكعب رجله بيلعبها حلوه طريق مصطفى عايز يحطها لاندي، انما تيجي وراه ومخطوفه على طول تاني ويبدا اسوان عند حسين صلاح. محمد محمود مصطفى عبد ربه محمد علي مرسي
محمد علي مرسي وفاول على نادي الزمالك. فاول لاسوان. تلعب على طول جوه المنطقه ورايه وصفاره. رايه لمحمد عباس وصفاره ايهاب زكريا تظبط محمد عبد الرحمن اوف سايد. برضو زملائنا هنا في اذاعه الشباب والرياضه جابوا لنا ان نتيجه الاهلي والشرقيه اصبحت التعادل 1-1 بهدف لنجم النادي الاهلي حسام حسن. طارق مصطفى ماشي. طارق بيزقها على طول لمحمد كمونه. ماشي محمد من ناحيه اليمين. ماشي 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 وبيلعبها انما تخبط في محمد علي مرسي وتطلع بره الملعب اوت. رايح كريستوفر لنادي الزمالك يلعب الضربه الركنيه. كريستوفر بيلعب على ايمن قريب محمد كمونه ويطلع محمد فتحي ويمسك قبل اندي. على طول تاني محمد فتحي. اسحاق بدماغه ايمن عبد العزيز للقط. تخبط تاني وتوصل لاسحاق وماشي اسحاق. محمد عبد الرحمن لحسين صلاح يلعب كره طويله. محمد السيد بدماغه على طول. ايمن عبد العزيز وحسام عبد المنعم. محمد القط. القط لكريستوفر وطارق مصطفى اوف اوت اوت. 10 دقائق من زمن الشوط الثاني وما زالت النتيجة 2-0 لصالح نادي الزمالك. وادي لعبة على طول ايمن عبد العزيز. محمد القط والقط على طول بيلعبها مغطي وائل الاباني ويعدي وبين الكره لحسين صلاح يحطها الرائد اسماعيل. انما ايمن عبد العزيز اللي شايف انا الشوط ده مايل شويه ناحيه رائد اسماعيل بيغطي على محمد السيد ولعبه فاول. فاول لصالح طارق مصطفى. شالها طارق مصطفى من فوق اسحاق انما شده وتبقى فاول. وتاني كريستوفر لنادي الزمالك وخطر وبيطلع على طول دفاع اسوان وتوصل لمحمد عبد الرحمن. مصطفى عبد ربه لمحمد عبد الرحمن تاني. ياخدها كريستوفر زمالك. طارق مصطفى. حسام عبد المنعم. نقلتين ثلاثة زمالك لطارق مصطفى. مخطوفة حسين صلاح. مصطفى عبد ربه. مصطفى عبد ربه لمحمد محمود لإسحاق. مصطفى عبد ربه تاني. حسين صلاح وأسوان ولعبة حلوة لرائد إسماعيل بيلعبها أحلى. محمد عبد الرحمن يا خبر أبيض. برافو يا محمد عبد الرحمن. برافو يا حسين يا سيد. لسه هقول لحضراتكم ان خطورة محمد عبد الرحمن راس حربة اسوان بتبان قوي لما بيبقى داخل منطقة الجزاء. الحقيقة له خطورة وله حضور على الثلاث خشبات. انما حسين السيد كرة حلوة شوطة من طريق مصطفى جامدة على يمين محمد فتحي. محمد عبد الرحمن اهو محمد عامر. الشغل الحقيقة بتاع فريق اسوان كله مركز. الكابتن محمد عامر من الجنب اليمين عند رائد اسماعيل اهو رقم 17 اللي قدام حضراتكم في الصوره الجنب اليمين لاسوان عامل خطوره على نادي الزمالك. ادي لعبه على طول بترجع تاني في نص الملعب. مصطفى عبد ربه
محمد علي مرسي ترجع من نص الملعب محمد فتحي وائل الأباني يبدأ مع محمد فاروق وائل الأباني تاني محمد فاروق حسين صلاح محمد فاروق لإسحاق حسين صلاح حسين صلاح وبرضه يطلع ورائد اسماعيل ورائد بيلف كرة حلوة وبينقض إسحاق بدماغه على شمال حسين السيد إنما واضح إن التكتس أو الناحية الخططية أو الفكر الخططي للكابتن محمد عامر كله غالب من الجنب اليمين عند رائد إسماعيل لعيب كويس ومفتاح لعب كويس لأسوان وبيعرف يوصل الكرة كويس في حين إن نادي الزمالك هدي شوية أداء محمد القط في الجنب الشمال ادي كرة تاني لأسوان مصطفى عبد ربه ماسك كرة وبين الكرة لمحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وتاني حسين صلاح في نص الملعب مخطوفة لنادي الزمالك أسامة نبيه أسامة نبيه ومعاه محمد فاروق ويطلع بيها بره الملعب اوت أسامة نبيه ربع ساعة من زمن الشوط الثاني والنتيجة 2-0 تقدم نادي الزمالك وهذه لعبة مصطفى عبد ربه محمد علي مرسي مصطفى عبد ربه تاني حسين صلاح يطلعها حسام عبد المنعم محمد القط مش لحد وائل الأباني مصطفى عبد ربه الربع ساعة اللي فاتت الحقيقة ماسك أسوان كورة أنشط ومحاولات من الجنب اليمين عند رائد إسماعيل وهذه وائل الأباني يلعبها لحسين صلاح يريحها بدماغه لرائد إسماعيل رائد ومعتمد جمال ومعتمد بدماغه ويلفها كريستوفر بره الملعب اوت حسين صلاح يسقطها جوه المنطقه وخطر ومحمد محمود عايز يوقف تطول منه معتمد جمال بيخلصها وتاني فاول فاول على اسوان فاول لصالح طارق مصطفى فاول لنادي الزمالك ولسه واقع طارق مصطفى وبيشاور الكابتن ايهاب زكريا للجهاز الطبي لنادي الزمالك لسه واقع طارق وبيطمئن طبعا الكابتن ايهاب زكريا ايوه شعبان وامن الحمد لله طارق مصطفى وخارج الدكتور ممدوح مصباح والكابتن محمد السيد اخصائي العلاج الطبيعي وهشوف طارق خارج معاهم ولا ايه وادي كان في الصورة السيد محافظ أسوان والمستشار مصطفى حمد والدكتور كمال درويش وادي لعبة تاني نزل طارق مصطفى تعالج ونزل وادي كورة لكريستوفر وبيشوط برجله اليمين إنما ضعيفة بره الملعب أوت تاني رائد اسماعيل ماشي لنادي اسوان ويلعب كره لقدام ترجع من حسام عبد المنعم حسين صلاح اسامه نبيه لطارق مصطفى عايز يظبطها انما لسه متاثر من اصابته طارق تروح لحسين صلاح لاسوان
حسين صلاح ماشي وبيزق كره حلوه لرائد اسماعيل، انما يسيبها رائد تطب منه. لا ده يا راجل يا حمار، تطول جنب الخط وتطلع بره الملعب قوي. تاني حسام عبد المنعم لنادي الزمالك، محمد كمونة، محمد السيد، وفاول، فاول على أسوان. يبدو ان سامي الشيشيني هيغير لنادي الزمالك. شايف انا رود كرول المدير الفني لنادي الزمالك بيديله تعليمات. هبط فعلا اداء نص ملعب نادي الزمالك شويه، واسوان اكثر استحواذا على الكره، وعلى طول بتطلع لاندي، ترقيصه لاندي وماشي، ماشي اندي، ماشي 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 اندي، وبيزق كره ناحيه الشمال عند اسامه نبيه، بيريحها لايمن عبد العزيز. ايمن بيلعبها لطارق مصطفى، طارق مصطفى، ويرجع من الاوفسايد اسامه نبيه، واسامه يزقها لاندي، انما ما تتظبطش، تروح محمد علي مرسي ويلعبها قصيره وبره الملعب اوت من مصطفى عبد ربه. تغيير لنادي الزمالك، هيخرج اندي وهينزل سامي الشيشيني. الحكم الرابع جمال الحيني بيطلب التغيير. هينزل سامي الشيشيني وهيخرج اندي. التغيير الاول لنادي الزمالك بخروج اللاعب اندي رقم 24 ودخول اللاعب سامي الشيشيني رقم 6. خرج اندي. وبرضه الكابتن محمد عامر طلع اسحاق، اول مباراه بيشارك فيها اسحاق، هو برضه من نيجيريا. كابتن عبده الشرقاوي المدير الاداري عمل التغيير بعد ثلث ساعه. التغيير الاول لنادي اسوان بخروج احمد رقم 4 ودخول احمد فرغلي رقم 13. نزل احمد فرغلي وخرج اسحاق في الدقيقة 20. هذه لعبة على طول تاني، مصطفى عبد ربه لأسوان، محمد محمود بينقلها لأحمد فرغلي، أحمد فرغلي بيعدي وبيسيبها لمحمد محمود وبيفكر يشوط، وشاطه جامدة وبتوصل على طول لحسين السيد. ولعبه بره الملعب اوت، واقع لاعب من نادي الزمالك، ان شاء الله يتعالج ويقوم يكمل مع فرقته. محمد كمونة اعتقد فعلا رقم 22 هو اللي واقع، وكل مدرب طبعا بيستغل فترات التوقف والتعليمات بتشتغل على طول. ادي الكابتن محمد عامر اهو بيدي تعليماته. خرج محمد كمونة للعلاج. وعلى طول محمد محمود بينقلها لاحمد فرغلي، ياخدها محمد السيد، انما فرغلي ما يسيبوش وحط رجله في الكوره، تلمس محمد السيد وبره الملعب اوت. محمد علي مرسي، محمد فاروق، ماشي محمد فاروق لاسوان وبيزقها لرائد، ورايا وصفاره اوف سايد، رايا وصفاره اوف سايد، ضربه حره
غير مباشرة لصالح نادي الزمالك، حيلعبها معتمد جمال. على طول بتتلعب عند أسامة نبي. كمونة اللي نزل سامي الشيشيني، أول لعبة بيلمسها لمعتمد جمال. أيمن عبد العزيز، محمد كمونة تاني بيحطها لكريستوفر، وبيطلع على طول محمد علي مرسي، توصل للشيشيني، بيخلصها سامي الشيشيني وبيفكر يشوط، وشاطه جامدة جامدة من سامي الشيشيني على شمال محمد فتحي. كان راجع سامي الشيشيني بالمناسبة مع المنتخب العسكري اللي فاز ببطولة افريقيا. بالمناسبة طبعا كل التهنئة لمنتخب مصر العسكري. وادي لعبة على طول تاني لأسوان، مقطوعة ياخدها كمونة وبره الملعب اوت. سامي الشيشيني بيرجع ورا على طول تاني لمعتمد، لأيمن عبد العزيز، حسين السيد، وحسين بيلعبها على طول تاني الشيشيني على جنب لمحمد السيد لسامي الشيشيني اللي شايف انا بيلعب كمحور ارتكاز امام سردباكين نادي الزمالك في نص الملعب. كريستوفر واحمد فرغلي، كريستوفر معتمد جمال، سامي الشيشيني لكمونة، أسامة نبيه، أسامة نبيه لمحمد كمونة، محمد كمونة راجع لورا، سامي الشيشيني تاني، أيمن عبد العزيز لمحمد القط، محمد القط عايز يعدي، سامع أنا رود كرول هنا جنبي بيقول له باص باص، يعني باصي إنما تتقطع وتبقى من نصيب فريق أسوان. حسين صلاح، مصطفى عبد ربه، محمد فاروق، محمد علي مرسي تاني ناحية الشمال، بتطول من رسلان وبره الملعب أو اوت على طول بيلعبها محمد السيد. تبدا تاني حسين صلاح لاسوان وبينقلها حلوه لرسلان، وعايز يعدي عايز يعدي انما مع محمد السيد، ويغطي سامي الشيشيني في توقيت كويس ويخلصها، ينقلها لكمونه. انما يصحح الاوضاع على طول تاني رسلان، ويبدا اسوان على طول من عند مصطفى عبد رب. مصطفى عبد رب وبيطلع له محمد فاروق، وعلى طول بتروح لرائد اسماعيل، ولعبه اسوان ورائد اسماعيل وعليا، ويطلع حسين السيد قبل محمد عبد الرحمن وتوصل لكمونه. كمونه على طول طارق مصطفى، طارق مصطفى ينقلها لمحمد القط، ايمن عبد العزيز، محمد القط تاني، محمد القط معتمد جمال، محمد القط، ايمن عبد العزيز تاني بيلجأ طبعا نادي الزمالك للاحتفاظ بالكوره فتره طويله
وده بيساعد طبعا لعيبه اسوان على تنفيذ حته الضغط على اللعيب اللي معاه الكوره، فبتبقى طبعا مشكله. ادي محمد كمون عايز يعدي وفات، انما من واحد والتاني وتطول يخلصها محمد علي مرسي، خلصها بعقله وينقلها على طول لمصطفى عبد ربه. وعلى ساعتي دخلنا في الدقيقه 27 والنتيجه ما زالت نادي الزمالك 2 واسوان لا شيء، ولعبه من بعيد في ايد حسين السايب. 2-0 لنادي الزمالك. معتمد جمال يلعبها لمحمد القط ورايح له رائد، حسام عبد المنعم، كريستوفر ياخدها اسوان، مصطفى عرف، مصطفى عبد ربه، حسين صلاح معتمد بيخلصها، سامي الشيشيني، شيشيني يلعبها على طول لاسامه نبيه ومعاه محمد علي مرسي. اسامه نبيه عايز يعدي يلعبها تروح للاباني مستنيها في توقيت كويس ويخلصها على طول لرسلان. تاني اسوان مصطفى عبد ربه، مصطفى لسه ماشي، مصطفى عبد ربه، حسين صلاح وعايز يلعبها يتاخر فيها شويه، خطف وتروح لاسامه نبيه وينقلها تاني بعرض الملعب محمد كمونه ويعدي وفاتو، خطر 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 وبيلعبها، برافو يا محمد يا فاتو، فات واستخدم جسمه كويس قوي وخدع وعدى، انما محمد فتحي توقع انه يلعبها وبرجله بيطلعها ضربه ركنيه لنادي الزمالك. المواقف الصعبه اللي بتحتاج على طول سرعه رد الفعل، الحارس المرمى متوقع وبيحط رجله على طول في الكره وبيطلعها كورنر، محمد فتحي هيلعبها كريستوفر لنادي الزمالك برجله الشمال على ايمن قريب برضه بيطلع دفاع اسوان، توصل للشيشيني ترد تاني ايمن عبد العزيز، محمد القط، محمد القط عايز يعدي، عايز يعدي وبيلفها واوف سايد، اوف سايد، ضربه حره غير مباشره لصالح اسوان. رايه وصفاره على طول من ايهاب زكريا، اتلعبت على طول لاحمد فرغلي وفاول لنادي الزمالك. نص ساعة 30 دقيقة على ساعتي من زمن الشوط الثاني والنتيجة ما زالت تقدم نادي الزمالك 2-0. بيمسك اسوان حسين صلاح، مصطفى عبد ربه على طول، تاني محمد فاروق اللي بيزيد من ناحية اليمين، كل فريق اسوان بيعمل شغل عشان يفتح مساحة لرائد اسماعيل، وادي رائد لعيب كويس فعلا وقادر يستغله محمد عامر كويس ومحمد محمود، محمد محمود لاسوان وبيضغط تاني رائد اسماعيل وماشي بيلعبها وضربة جزاء هاند بول على ايمن عبد العزيز. يا خبر ابيض، لسه جمهور اسوان في اللعبه اللي قبل دي على طول كان بيطالب انه ياخد ضربه جزاء عشان وقع محمد محمود، انما الحكم ايهاب زكريا قال مفيش حاجه وبتتكرر تاني وبتلمس ايد معتمد جمال وتبقى لمسه يد ضربه جزاء، ضربه جزاء لاسوان. ضربه جزاء لاسوان بعد 31 دقيقة لمسة يد على نادي الزمالك، وهنشوف مين اللي هيلعبها. شايف انا ماسك الكورة محمد عبد الرحمن، هيلعبها محمد عبد الرحمن وداخل محمد وبيلعبها وجول، جول
عشان تبقى النتيجة 2-1. 2 الزمالك، 1 أسوان. بعد 32 دقيقة، وده الهدف التاسع لمحمد عبد الرحمن بعد 32 دقيقة من ضربة جزاء، وده الهدف التاسع لمحمد عبد الرحمن. انما اللي عايز اقول لحضراتكم عليه ان واضح ان الكابتن محمد عامر قادر يستغل المساحة اللي ورا محمد القط، والحقيقة بيأدي اداء عالي قوي رائد اسماعيل اللي بيلعب في الجنب اليمين لاسوان. شايف انا عبد اللطيف الدوماني هيغير مكان، الدوماني هيلعب مكان طارق مصطفى خارج، طارق مصطفى ونازل الدوماني، وده التغيير الثاني لنادي الزمالك. وفاول لعبها محمد القطو بيلفها بيطلع ثاني دفاع اسوان، وسامي الشيشيني ترجع لكمونه لما يضغط حسين صلاح. حقيقه فريق اسوان في الشوط الثاني اداؤه افضل ومن الشوط الاولاني، وادي لعبه على طول ثاني بيطلعها محمد فاروق توصل لمحمد القطو، ياخدها رائد اسماعيل نجم اسوان في الشوط الثاني الحقيقه رائد اسماعيل. وادي لعبه على طول حسين صلاح، وفاول على حسام عبد المنعم، فاول على حسام عبد المنعم. اتلعبت على طول لحسين صلاح بيعكس الملعب عند محمد عبد الرحمن، حسام عبد المنعم يطلع على طول دفاع نادي الزمالك توصل للأباني على جنب محمد رسلان، بيغير الملعب حسين صلاح تاني على طول مخطوفة وتوصل لأسامة نبيه لنادي الزمالك. أسامة نبيه ماشي، أسامة ماشي أسامة وبيلعبها إنما ضعيفة في إيد محمد فتحي. 35 دقيقة من الشوط الثاني وأصبحت النتيجة 2-1 لصالح نادي الزمالك. جاب كريستوفر، كريستوفر وأيمن عبد العزيز لنادي الزمالك، وأحرز هدف أسوان محمد عبد الرحمن من ضربة جزاء. المباراة بقت أكثر إثارة، وأدي لعبة لمحمد القط، الزمالك ماشي ماشي وخطر وفاول، إنذار إنذار لمحمد القط وفاول. إنذار إنذار لمحمد القط وفاول. حسب إيهاب زكريا أوف سايد، وده فاول. وادي لعبة على طول تعدي لأسوان ونقلة لحسين صلاح، حسين صلاح بيعكس كرة جوه وطالع حسين السيد وبيطلع دفاع نادي الزمالك، وتاني بترد معتمد جمال. المباراة بقت أكثر إثارة، وصلنا الدقيقة 35 والمباراة بقت أكثر إثارة من الشوط الأول بعد هدف أسوان. وادي لعبة بترجع لمحمد فتحي، يرقص محمد فتحي ولازم يلعب برجليه وفعلا برجله إنما بره الملعب أوت. لسه خلصنا يا رب. أوت لنادي الزمالك. على طول تاني محمد علي مرسي بيخلصها محمد فاروق. بره الملعب اوت. ادي لعبة على طول تاني حسين صلاح. لعبة على طول تاني على طول
مصطفى عبد ربه، احمد فرغلي، فرغلي لرسلان يلعبها بعرض الملعب ترجع تاني. ايه نادي الزمالك، كريستوفر، ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز لنادي الزمالك، ماشي ماشي ايمن، محمد القط زمالك بنيلها حلوه للدوماني، انما الدوماني بيشوط وحشه بعيده بره الملعب قوي. شايف انا هيغير نادي الزمالك برضو، طارق السيد، وهيخرج كريستوفر تقريبا رقم 23 قدامنا هنا، مين نازل اسمه؟ طارق السيد، وهيخرج كريستوفر. طارق السيد نزل، ادي لعبة على طول تاني، بيطلع محمد فتحي برضو، ولعبة مباراة بقت اكتر اثارة هنا، ودخلنا في الدقيقة 39، دخلنا في الدقيقة 39 وما زالت النتيجة 2-1 لصالح الزمالك، وضربة ركنية للزمالك، واتلعبت على طول على ايمن القريب، بيطلع محمد محمود اللي راجع بيساعد، ولعبة على طول من احمد فرغلي، انما تطول تخبط في ايمن عبد العزيز وبره الملعب، اوت من اسوان، اوت لاسوان احمد فرغلي. تاني حسين صلاح، حسين صلاح لاسوان، ماشي، ورائد اسماعيل، واللعبه السيناريو اللي متكرر على طول لنادي اسوان، رائد اسماعيل، انما تتقطع المره دي، توصل لايمن عبد العزيز، اسامه نبيه، ترجع من محمد فاروق لسامي الشيشيني، سامي الشيشيني يلعبها لقدام، انما مش لحد من نصيب وائل الاباني، شغل رائد بقى الاباني على طول تاني، مصطفى عبد ربه، وفاول على عبد اللطيف الدوماني. ولعبه على طول مخطوفه لنادي الزمالك، ودخلنا في دقيقه 40 وباقي على الوقت الاصلي للمباراه 5 دقائق، والنتيجه 2-1 للزمالك. اوت لنادي الزمالك، بتتلعب على طول معتمد جمال، ايمن عبد العزيز، سامي الشيشيني، ماشي سامي وبيفكر يشوط، وشطوه عاليه بره الملعب اوت. على طول بتتلعب محمد فتحي، محمد القط زمالك، بره الملعب اوت. رائد اسماعيل يلعب الاوت على طول، تروح لمحمد القط زمالك، ايمن عبد العزيز يلعب طويله ترجع تاني، انما فاول لصالح محمد فاروق، فاول لاسوان، اتلعبت على طول، ومحمد عبد الرحمن بدماغه عند رائد، انما محمد القط بيرجع على طول تاني، أسامة نبيه يلعبها، أسامة تروح لمحمد عبد الرحمن، إنما ما تتظبطش، تبقى من نصيب محمد القط، يلعبها بره الملعب أوت. ولعبة تاني، محمد علي مرسي، محمد علي بيلعب كرة على طول ناحية الشمال عند محمد محمود، محمد محمود تخطف منه، محمد سيد زمالك،
طول سامي الشيشيني زمالك يلعب كرة طويلة، انما من نصيب محمد علي مرسي اسوان لعيب كويس محمد وعامل جهد كبير قوي في الشوط الثاني مع رائد اسماعيل الحقيقة في تيم اسوان. وقالنا برضو من زملائنا في اذاعة شباب والرياضة ان النادي الاهلي تقدم برضو 2-1 بهدف ثاني لنجمه حسام حسن. ادي لعبة على طول محمد علي مرسي يسيبها لرسلان، وكل فريق اسوان هاجم ونص ملعب نادي الزمالك، كل لاعيبه نادي الزمالك في نص ملعبهم. وادي لعبه على طول لمحمد فاروق اسوان، ولعبه للاباني محمد محمود، محمد فاروق لاسوان، والخمسه تاني لمحمد محمود اسوان، وبيفكر يشوطه من بعيد وعاليه بره الملعب اوت. دخلنا في الدقيقه 43 43 والنتيجة 2-1 لصالح نادي الزمالك. ضربة مرمى للزمالك، ولعبة على طول ترجع من محمد فاروق تاني، والشيشيني زمالك بياخد فاول، بياخد سامي الشيشيني فاول لصالح نادي الزمالك. ودخلنا في الدقيقة 44 وهنشوف الوقت الإضافي هيبقى قد إيه، لسه الحكم الرابع ما أعلنش باللوحة. وأدي فاول لصالح أسوان، حسين صلاح، محمد محمود، ترجع تاني لأسوان وفاول، فاول على طارق السيد لصالح أسوان. اتلعبت على طول أحمد فرغلي اللي لعب الشوط الثاني، ودقيقتين فعلا الحكم الرابع هنا كابتن جمال الحيني بيرفع اللوحة